قصص دينية مع مروان حميدي. شخصيات تركت بصمة وقصصهم كانت ذات عبرة، تابعونا على نقاش 21. من أكثر المنفقين في سبيل الله ومن المبشرين بالجنة، عرف بتواضعه وعفته ورقته ولينه، نهض بالاقتصاد الإسلامي وجمع القرآن على نسخة واحدة بعد توليه الخلافة. ذي النورين هو عثمان بن عفان، سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشأ في قريش على النبل والشهامة والسخاء، وكان يلقب بأنه أنسب قريش لقريش. أما أصدقاؤه المقربون فهم أبو بكر وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن الزبير بن العوام، وكان مجلسهم في دار أبي بكر الصديق، وكانت مجالس لأصحاب مال وتواضع وخلق. أسلم عثمان وهو في 34 من عمره على يد أبي بكر الصديق، ليكون رابع من أسلم من الصحابة. بعد إسلامه لم يستطع أحد أن يمسه في جسده، فكانوا يؤذونه بالكلام في بعض الأحيان وفي تجارته أحيانا أخرى. لقب بذي النورين لزواجه من ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم، التي تزوجها بعد وفاة رقية. الصحابي الجليل يعد ثالث الخلفاء الراشدين بعد أبي بكر وعمر بن الخطاب، وأحد العشر المبشرين بالجنة. من أكثر الصفات التي ميزت عثمان رضي الله عنه سخاؤه وإنفاقه في سبيل الله، فهو من جهز جيش العصرة، وهو جيش غزوة تبوك، حيث جهز عثمان 300 بعير بأسلاحها وأقتابها، ثم أتى بألف دينار ووضعها في حجر رسول الله، ففرح عليه الصلاة والسلام وقال: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ليكون إنفاقه أعظم إنفاق. بعد توليه الخلافة انتهج عثمان سياسة الاتباع والتفويض، فسار على كتاب الله وسنة نبيه. عمل أيضا على تثبيت مجلس الشورى، وهو مجلس مكون من مجموعة من الصحابة يساعدونه في إدارة الدولة، ويعتبر ابن عفان أول من بنى المحكمة، كما عمل على ضم بعض الولايات إلى بعضها البعض لما يراه في مصلحة المسلمين، فضم ولايات الشام إلى بعضها، وضم البحرين إلى البصرة. ومن أهم الخطوات التي قام بها للنهوض بالاقتصاد الإسلامي تطبيق سياسة عامة، عدم اختلال الجباية بالرعاية، واختيار عمال الخراج من المتخلقين بالأمانة والوفاء، ثم إعطاء المسلمين ما لهم من بيت مال المسلمين، وأخذ ما على المسلمين بالحق لبيت مال المسلمين. قرر عثمان على إعادة توحيد المسلمين على قرآن واحد، فكتبت 6 نسخ ووزعت نسخة لكل ولاية، وأمر عثمان بحرق جميع النسخ الأخرى التي بيد الناس للتأكد من عدم وجود أي نسخة خاطئة من القرآن الكريم. عمل عثمان على توسيع الدولة الإسلامية، ففتح مصر والإسكندرية وأرمينيا وقبرص وتونس وغيرها من المناطق، كما أنشأ أول أسطول بحري لحماية الشواطئ الإسلامية من هجمات البيزنطيين. استشهد من عاش في رفاهية في الجاهلية والإسلام في شهر ذي الحجة سنة 35 للهجرة، بعد إتمامه 12 عاما من الخلافة، ودفن بالبقيع.